سامي شوقي متى الذي اعاد للسينما اللبنانية حياتها بفيلمه الرائد حسناء وعمالقة يفخر بان يقدم لكم انتاجه الثاني لعبة النساء. هيك لوكتا كتير بطيئة. لا ما بعتقد مش بطيئة الا ساعتين وخمس دقايق مشين بعد ما وصلنا. ساعتين وخمس دقايق مش بطيئة ابدا، سريعة كتير بتكون. امبارح ست ساعات اخذت معي بس انت مستعجل ما بعرف ليش. لعبة النساء. لسانك بقتلك سمير. بحبك يا مجنونة بحبك. لعبة النساء بطولة مادلين طبر وهويدة، شوقي متى، سامي كلارك ورفيق نجم. سامية انت ست عندك كل شي بخليك تعيشي بسعادة، شو اللي خليك تفكري تقتلي؟ لعبة النساء توزيع الياس حداد، انتاج شوقي متى، الموسيقى التصويرية لزياد الرحباني. لعبة النساء سيناريو واخراج سمير الغصيني. لعبة النساء.